يفتح محل بقالة. بس يلا بقى ورونا. اشتغلوا بالناس التانية اللي طول النهار هريانة تخوين واتهامات بالعمالة واتهامات بهدم البلاد. هدم بلاد ايه؟ بالمناسبة كل اللي بيقوم بإلقاء هذه الاتهامات والله العظيم كانوا بالبيجامات في البيت قبل 30/6 بدون مبالغة ومن غير ما نقول أسامي. بعضهم هاجمنا لما هاجمنا محمد مرسي وجابوا فلان وعلان وترتان يشتمنا لما هاجمنا محمد مرسي، لكن بعد 30/6 في ناس لبست الجلابية بتاعت 30/6